Comment je fais pour acheter à manger? Pour faire des courses, tu as plusieurs options. Par exemple, tu as le petit épicier au coin de la rue qui ouvre tard mais qui est cher. Sinon, tu as le supermarché qui est plus grand et qui est moins cher. Et le samedi, tu as un marché où tu peux trouver des fruits et des légumes. Où est-ce que je peux acheter du pain comme en Syrie? Tu peux trouver du pain libanais dans certains magasins orientaux. في فرنسا الدكاكين الصغيرة في الأحياء عادة ما تكون غالية حيث بإمكانكم أن تجدوا فيها الخبز العربي إذا كان الدكان عربي أو تركي ولكن ينصح التسوق في السوبر ماركت لأنه أرخص وعموما هنالك أسواق أيام السبت قرب المدن والأحياء حيث بإمكانكم أن تجدوا فيها معظم الخضروات ليس من السهل دائما إيجاد المنتجات العربية في فرنسا هذا يعتمد أين تسكنون فهو أسهل في المدينة من الريف وبالنسبة للسلع كالخبز والطحينة من الأسهل بحث عنها في الدكاكين العربية والتركية عند التسوق يجب عليكم إحضار حقيبتكم القابلة لإعادة الاستخدام فالسوبر ماركات لم تعد تعطي الأكياس البلاستيكية لذا في حال نسيتم سوف يتوجب عليكم شراء الحقائب مباشرة من السوبر ماركت